في إفريقيا أخرى للنصرية المتألقة هي الأخرى قارياً. سنعود للحديث عن كأس الجمهورية، عن المحترف الأول والثاني والكثير من المفاجآت كالعادة في برنامج أهداف وملاعب، وكالعادة سعد بتواجد عبد النور كريباز. أهلا مرحبا عبد النور. أهلا وسهلا كريم كل المشاهدين. الحالة التحكيمية معك يا عبد الساقي حلنشي، مرحبا بك. مرحبا سي كريم ولجمهورنا الرياضي الكريم. التحليل الفني يتواصل أيضا معك مصطفى مازا. اهلا مرحبا. اهلا بكريم، سعيد بوجودي معك. الظروف الاول كل شعب الجزائري، ونحن اسعد دوما بتواجدك معنا مصطفى كلما اتيحت الفرصه. طبعا ضيفنا فضلنا ان يكون من مدينه تعشق كره القدم، نسيناها قليلا لم نعطيها الكثير من حقها، ولكن فريق اشتقنا لعودته الى الواجهه، لاعب حمل الوان العديد من النوادي الكبيره ابن مدينه عنابه، تألق وصنع أفراح سيرتا ثم أيضا وثاق الصيفي، لاعب في نوادي كبيرة وكبيرة جدا، يعود إلى مسقط رأس إلى اتحاد عنابة، اليوم هو قائد اتحاد عنابة، أقصد بذلك عادل مايزة. أهلا مرحبا. أهلا كريم، مساء الخير للجمهور الرياضي. توحشنا عنابة كثير عادل. شفت غبتوا عن الأرض لفترة طويلة جدا. إن شاء الله كما يقول لك احنا رانا جينا باش نعاودوا نقلبوا الصورة تاع اتحاد عنابة إن شاء الله. المدينة خلاص دخلنا في الأجواء رضوان، المدينة التي قدمت لنا الكثير من اللاعبين المتميزين، في قسم الهواة 60,000 متفرج لا يفعله إلا فريق اسمه اتحاد عنابة. مفاجأة بالنسبة لكم ولا ضغط زايد، ولا تحسوا أنتم أبناء الفريق بأنكم عندكم مسؤولية كبيرة فيما يحدث لهذا النادي الكبير والكبير جدا؟ والله الكل يتحمل المسؤولية في مدينة، مدينة تاع عنابة ولاية كبيرة، عندها ملاعب كبار، عندها لاعبين كبار. نظن المشكل هذا راجع للناس، نقدروا نقولوا بخلاص القول اللي دفنوا الفريق وخلاوه هبط حتى المستوى تاع الهواة. احنا جينا هنا باش نعاودوا نرجعوا سمعة الفريق. الحمد لله وفقنا ربي وين صعدنا من قسم الهواة لأصعب قسم في البطولة. هواة شرق هو الأصعب. هواة شرق. نقول لك اللي ما لعبش هواة شرق أصعب قسم. الحمد لله جزنا كما يقول لك الدرجة. الفريق راهو في تطور. الحاجة الملاحة في الفريق أنه عاود رجع الجمهور العنابي للميدان للملعب تاعه، وين شفنا المقابلات راهي تتلعب 60,000-70,000، ما تصورش احنا كلاعبين ماناش مأمنين باللي هذا الجمهور راهو رجع للميدان وعادي ناصر الفريق تاعه وعادي ديبلاسي معنا جمهور كبير. إن شاء الله كما يقولك هذا العام إن شاء الله تاني نزيدوا نديروا خير من هكا، باسكو عنابة تستاهل حوايج ياسر. عنابة ستكون تحت المجهر في هذا العدد طبعا، وسنتحدث عنها بالتفاصيل. نحن مجبرين مرة أخرى على أن نفتح هذا العدد بملف المنشطات، تمنينا أن تنتهي الأمور في فترة ما، ولكن اسم آخر يضاف إلى القائمة ولاعب فريق اتحاد الحراش. الغريب في الأمر أن اللاعب ينفي تماما أنه قام بالفحوصات، يصر يؤكد، الموضوع أصبح غامضا. لذلك لا أدري رضوان وبلال إذا كان معنا رئيس لجنة الطبية على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد دمرجي حتى نتحصل، هو موجود معنا على المباشر. سيد دمرجي تحياتنا، أهلا مرحبا بكم. أهلا وسهلا بضيوف الكرام، وتحية خالصة لمشاهدين الحصة، تحية خالصة بالأخص لأب النور معكم. مرحبا بك إذا سيد مرجي. أتذكر جيدا في هذا البلاطو سألتكم سؤالا واضحا لما كنتم ضيفا معنا، قلت لكم سيد مرجي هل يمكن التلاعب بالعينة؟ قلتم مستحيل أن يتم التلاعب، ولكن اليوم لاعب فريق اتحاد الحراش نيل يقول بأنني لم أخضع أبدا للفحوصات والعينة ليست عينتي تماما، ما ردكم؟ هذا الأمر أنا قلت لك بلي المستحيل تلاعب بالعينات، وهذا الشيء واضح والشيء يسرى جنرالمون، لكن تصريحات اللاعب هنا تجنب تصريحات اللاعب، ولكن هنا سمعتم من طرف واحد، ولكن الطرف الثاني اللي هو لجنة الطبية لمكافحة المنشطات على مستوى الاتحاد، هنا عندنا وثائق تثبت انه هو اللي دخل القاعه المخصصه لاعطاء العينه تاعو بحضور طبيبين من الاتحاد وطبيب الفريق،
وهو مضى ان ميلا ان 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 بيبي محضر مضى فيه طبيب الفريق. هل امضى فيه لاعب؟ نعم. هل امضى فيه لاعب؟ امضى فيه لاعب امضى فيه عنده الامضاء الاول والثاني والثالث. لاعب اقصد لاعب امضى بالطبع. اوكي. واللاعب هو اللي سيبيكا مانيبيوليزي تاعو، هو اللي غلق القارورتين، هو اللي غلق العلبتين، هو اللي تاكد من الرقم الموجود على المحضر، هو اللي تاكد باللي هو اسمه نون برينو الدوسار الماتش لو، هو يتاكد من جميع هذا وخذا هنا دينا لا كوبي اوريجينال عندي ولا كوبي تاع البيفير عند الجوار. لا تشكون ابدا في هذه القضيه. لا شك بالنسبة لكم، هذا ليس لديكم أي شيء، أي شك أكثر. هذا الشيء من المفروض ما نتكلمش عليه، باسكو هذا الشيء ما يحصلش، غير ممكن، أسمع غير ممكن، مستحيل يصرى. لماذا يلبى التصريحات؟ لماذا يورح نفسه؟ يتغير جوار محال. كيفاش يتم تغيير اللاعب الور كل اسم اللاعب عنده لي ديليغي دي ماتش، عند الميدسان تاعو، عنده هو كونفوكاسيون، عند الكونترول نوتي دوباج الميدسان كي ريسبونسابل دي دوبليمون. كيفاش هذا الامر ظهر من بعد كي ظهرت العينه باللي فيها موجوده ماده محضوره؟ جو با بوكوا. اوكي، ما هي نوع الماده سيده مرجي؟ ماده شيء معروف، الناس كاع على بالها، ماشي سا سي با سكري، الفوكاسي طابو سكي لا كوكايين ايضا. ياسر بالنسبة لنا عندنا لي كوكايين أيضا. ياسر لا كوكايين. لكن عندنا هنا على المستوى تاعنا ونحن نقدموه عندنا لو بي في سيني بار الجوال آخر إمضاء تمضى في البي في سي بين الإمضاء تاع اللاعب، وعندنا لو كوترون دو لابوراتوار النيميرو تاعه 39 12 42 19 193 يقول لو بريزونس لا كوكايين إي دو سي ميتابوليت. دوك هنا راني ترونكيل، أنا في الحقيقة ما تأثرش من التصريحات تاعو. انا قلت لي هذا شيء عادي باسكو اللاعب تفاجأ من بعد تفاجأ، وهذا هو اللي سائقه ضربه قويه في حق في حق اللاعب وفي حق الكره الجزائريه بصفه عامه. ولكن الشيء اللي ما قبلتوش ولا اللي قلقني شويه كي يطعن في نزاهه اللجنه مكلفه بمكافحه المنشطات. انا با كومونسي اجوردي دو فير كونترول دو باس، انا سنين انا دايرين اكثر من 3000 عينه. سي با دو ناتور مو سي با دو ناتور لي فيدراسيون دو فاس تو سا. دونك باش يدخل في اللجنه كلجنه ولا كفيدراليه هذا بعيد بزاف عليه، بعيد على الجوار، ماشي حق. سي دار زاد الى سي غويني دو لافارين، زاد عقد الامور بالنسبه ليه. بالك ربما كانت كاين دي مويان دو بالك فيها ظروف، فيها يشرح الظروف تاعو ممكن تسمع له مزيان زعما ساكي قذف فريده بدفعه واحده. دونك سي با نورمال كو دابري جوار المستوى هذه هذا العذراء باخيتي. سيده مرجي شكرا لكم على تواصلكم على هذه التصريحات، ولو انه التصريح هذا صادم مره اخرى الكوكايين هكذا للاعبين. نشكركم جزيل الشكر سيدي على التواصل دوما، ونحن ناخذ المعلومه من المصدر. مصطفى ماذا؟ لم ادري، لا ادري صراحه، انا متفاجئ بطريقه رهيبه. كنت استمع الى اللعب اراه لو منشطات، يعني الان اصبحنا نتمنى ان تكون مواد منشطه فقط وليس شيء اخر. لا ادري كيف اسال. بهذا نسموها بطوله الكوكايين، لانه اليوم نشوفوا لاعبين حتى يجزموا في التصريحات تاعهم يقولوا ان ليس بعيناتنا وليس بتبول، حتى تبول ماهوش تاعنا. يعني تشوف في بعض الاحيان تشكك، تولي تشك، تولي تقول انه في بعض الاحيان كاين هناك تلاعب في هذا يعني في هذا يعني التحاليل. لكن نظل انه لما نسمع اللاعب وتصريحات اللاعب لهذا الغرض لازم نسمع الطرفين. اليوم انا كي سمعت الدمرجي يعني تخلني بعض الشك يعني في النوايا وفي بعض اقوال اللاعب، لانه اللاعب هو اللي وقع، هو اللي مشى برجله، هو اللي وقع، هو اللي تبول، هو اللي واليوم يعني يدير تصريحات متر هذه. انا والله غير متفاجئ كريم. عندي لاعب امامك، سنبقى في الموضوع. عادل معزم، اخر مره قمت بهذا بالفحص الطبي متى؟ الخاص بالمنشطه طبعا. 15 يوم مقابله تصعيده في عنابه. كيف تتم؟
لا بشكل عادي بشكل عادي، وماهيش الناس ما يديرولكش لا بريسيون باش دير الفحوصات. هل يمكن ان تتلاعب؟ ما عندكش حل، لازم تفوت يعني. لازم تفوت في الدوباج، باسكو الدوباج قدامه ويشوفه على عينه، وكان يعطيك الحريه تاع لا سيناتير في الورقه اسكو تسيني ما تسينيش. كي تطول حاشاك في الامر طبيعي تحتاج الى فتره من الوقت، يقعد معك الوقت كيما تحب انت. جو بونس في المومون هذاك ما عندكش وين لازم تقدر تتحايل معاه ولا تهرب ولا يكون لاعب واحد اخر. امر كيما تاع نايلي هذا انا ما قدرتش، هو اللاعب يدير تصريحات زي وحنا سمعنا تصريحات اخرى هذه حتى اذا عبد النور، حتى اذا يعني يمكن اليوم نستمع الى طرف وطرف اخر، ولكن في الف وسيله لنتاكد في نهايه المطاف من الحقيقه. هي سمعنا الطرفين كما تكلمت. انا جيت باش نقول لك باللي رانا مصدومين حتى لما تكلم الدكتور جمال انه الكوكايين يعني شيء في البدايه لما كنا نعلم كنا نقولوا بالك منشطات. انا شخصيا لكن اليوم زدنا سمعنا من سي الدكتور جمال قال لك مواد محظوره كوكايين، يعني شيء جد مؤسف تعجز الكلام على يعني على الاشياء هذه. كما قلت يعني الحقيقه تبان وعنده يعني لقاء يوم الاحد واللجنه الطبيه اللي مكلف بها جمال او يتكلم باريحيه. اللاعب الامس تكلم باريحيه، لكن يوم الاحد او الفحص ممكن يكون اخر هو اللي راح يكشف كل شيء. كما نرجع لك كلامك انه الحقيقه راح تبان في المستقبل. انا يخليني نفتح قوس مرغم بالنسبه للاعبين مصطفى، الكلام عن اجور اللاعبين، الكلام في كل مره ان اللاعب لا يتقاضى امواله، يحتاج عند لجنه المنازعات، ولكن في الجانب الاخر ليست الاموال كثيره لبعض اللاعبين؟ ما دمنا وصلنا الى هذا الامر غير طبيعي ماهيش حاله واحده، كثيره وقد تكثر. والله يا اخ كريم نقول لك انا ما نقدرش نجي ضد اللاعبين، لانه لو المسيرين ما مدولهمش هذيك الاموال ما راحش يدوا الاموال هذيك. يعني اللاعب لما يجي يعني يتفاوض على الاجره تاعو، لو كان ماشي المسير يتقبل هذيك الاجره اللاعب ما راحش ترغمو باش يمضي لك. لكن حقيقه البطوله تاعنا نشوف يعني لاعبين، ما نقولش يعني بين قوسين، كاين لاعبين ما يستحقوش هذيك يعني الاجر، لازم نقولها بكل صراحه. تشوف نوادي يلعبوا المراتب الاخيره الاجور تاعهم اكثر من النوادي اللي يلعبوا البطوله، يلعبوا البوديوم يلعبوا المراتب الاولى. يعني هذا الشيء يخلينا نطرح عده تساؤلات كريم، شكون هاد الناس هادو اللي راهم يجيبوا اللاعبين ويعطيهم هذوك الاموال؟ وهذيك الاموال اولا ما يشتحهم هكذا كريم، وثانيا هذوك اللاعبين هذوك ما يستحقوش باش يدوا هذيك الاموال هذوك. لانه لو تشوف انت اجره تاع 3 مليون دينار جزائري كريم في الشهر، واللاعب ماشي مستدعي في الفريق الوطني، امر غير عادي. غير عادي كريم، لازم نقولها بكل صراحه كريم. شاب جاي للبطوله يلعب في العام الاول في البطوله تاعو يتقاضى 150 مليون، يعني هذا شيء انا نعتبره وحسب يعني معرفتي مرينا يعني في 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 نوادي، نقول انا الشيء غير عادي كريم، انه الشاب في مقتبل العمر هذا وين بدا لاكارير تاعو يتقاضى اجره مثل هذه، وغير محمي ليحمي لنفسه هذه الميزه في الكثير من الاحيان. انت لاعب نعرف بانه في بعض الاحيان مسيرتك هي 10 سنوات 12 سنه، اذ لم تستثمر فيها ماديا قد تجد نفسك في حاله ماديه صعبه، ولكن في الجهه المقابله هناك اسماء هي اللي تجلب متاعب لبقيه اللاعبين ان صح هذا التعبير. يعني الوقت انا لعبت وقت ونلحقت حتى مخضرم يعني مخضرم، ولعبت مع حتى مع عبد النور في السياسي يلا تحشم حتى تلبس في غرفه الملابس، تحشم حتى تهضر معهم ولا تتكلم مع اللاعبين كبار عليه. اني نشوف احنا وصلنا وقت وين نحبوا ولا نكرهوا، المستوى تاع البطوله راهو نقص. كنا بكري وقت فات كانوا لاعبين كان مستوى كبير، حتى العقلية. احنا تربينا مع لاعبين كبار، احنا البريود اللي لعبت فيها انا كنت تربينا مع لاعبين كبار يعطيوك نصائح، يعطيوك كيفاش تبني المستقبل تاعك، كيفاش انا نشوفوا في لاعبين ما تتكلم معاهم ما تهضر معاهم كل يوم وتنصحهم من الطريق اللي راهم يتبعوا فيها مع يقول لك تقديم. زيد كريم نتكلموا على التكوين ونتكلموا دائما على المحيط،
هذا اللاعب كما عادل معيزة لعب في فرق كبيرة واليوم قال لك عندي 15 يوم من اللي جاني بعد المباراة فحص تاع المنشطة. بون مازال ممكن النتائج مازال ما جاش، لكن على بالوش هذا الانسان واش على بالوش يكون ليجيان تاعو تاع تاع ليجيان دو في قبل المباراه ولا في وقت تدريبات ولا بعد تدريبات؟ لماذا حتى المحيط عبد الله حتى المحيط اللي باعه هذا فينك يعني لعب في فرق كبيره، لعب في الاهلي السعودي، تلقى اموال كبيره، هنا تبقى كل شيء بالتكوين والمحيط والانسان اللي يكون عنده الناس والتربيه والاصل لانه رغم انه صح راكم تتكلموا على الاموال الكبيره بالنسبه للاعبين وما يستهلوهاش وهذا الشيء هذا موضوع اخر، لكن المحيط والتربيه وهذا الشيء يلعب دور كبير. يعني شوفوا لاعبين تلاقوا اموال كبيره لكن باقي دائما محترف في حياته بعد التدريبات في وقت اليوم ها معنا مثال معيزه لعب في فرق كبيره في الجزائر تلقى اموال كبيره لكن دائما كان مثال بالنسبه لكن للاعبين هذو ما اللي جون هذو ما يعني المحيط تاعهم ربي يستر. عبد النور سامحني لو كان كانت منشطات في بعض الاحيان تقول بالك اخطا مصطفى منشط لكن كوكايين اسمح لي خويا ما تقدرش انا لما لا. قال جمال كوكايين غير مقبول سأعود إلى هذا الموضوع ولكن دعونا نذهب إلى نصر حسين داي لأنه لاصق موجود معنا على مدرب النصرية المساعد المدرب مدرب رئيسي ومزيان إغيل سيكون معنا بعد لحظات قليلة. فقد دعنا بلال نشاهد صور خاصة بنصر حسين داي وتصريح لغايا بعد ذلك نتعرف على آخر أخبار نصر حسين داي قبل المباراة هذه تحضيرات النصرية طبعا للخرجة الإفريقية النصرية اللي بدت بقوة مصطفى. نعم دخول بقوة دخول يعني كان مثالي فوز وتعادل. نظن أنه لما تشوف النصرية في هذا الظرف خاصة في هذه المعنويات أعتقد أنه الفريق بهذه المعنويات وبهذا التضامن وبهذا الإرادة يقدر يوصل إلى الدور الربع النهائي لما لا بثقة كبيرة جدا عنده الجرينتا اللازمة بنورة. يعني تشوف الفريق نصر حسين ده يعرف يتعامل مع أي منافسة سواء في البطولة في الدربيات. اليوم رو موجود في كأس الكاف دخوله بقوة في المباراة الأولى يعني فوزه خارج ديار دار تعادل. نظن فريق نصر حسين ده راهو بخطة ثابتة نحو يعني ممكن تأهل إلى الدورة. عندنا تصريح قايل الآن نستمع إليه سويا. الماتش الجاي يوصي لي طري طري امبورطون مع غورما حيا جو بونس في 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 كينيا فوالا كوب دافريك. معليش دي بلوتو دوما ان شاء الله ثاني لو ديبار يعني فريمون نعياو بعينا بزاف وغدو نزيدو نعياو مي ان شاء الله يا ربي. احنا المصريه معروفين يعني تاع نهار الكبار بربي ان شاء الله نتكلوا على ربي ونحوا العيا ونكونوا دي زوم ونحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. جاي المتألق الذي لعب دورا كبيرا خاصة في الخرجة الإفريقية الأخيرة لاسات موجود معنا على المباشر. أهلا مرحبا بكم معنا الأخ كريم والضيوف اللي حاضرين معك. طبعا سي لاسات نقطة قوة النهد هي الجرينتا، الجرينتا اللي نسمعها من تصريحات جاي مرباح نستمع تتحدون كل شيء. هل هذه ثقة البحث عن ثلاث نقاط أم أن ظروف صعبة خاصة في أدغال إفريقيا؟ يعني بكل صراحة احنا واجدين كل المفاجآت ولكن هذا الفريق تاع كور محلي هذا فريق يعني فريق قوي رغم الخسارة الأخيرة ضد بيدرو ولكن احنا اليوم احنا بعد ثلاث أيام وغدا اليوم الرابع إن شاء الله راح نديروا كل إمكانيات. احنا في نصف حسين داي تعرف عندنا لاكريسا وعندنا سوليداريتي في الظروف وروح المجموعة كي نمثلوا نصف حسين داي وإذا مثلنا الجزائر فهاد الخصائص راح تكون كما يقولوا مدوبلية إن شاء الله. بالنسبة للتشكيلة هل تكون مكتملة لا غيابات لا إصابات أم أنه خاصة أن عندكم مشكلة الإرهاق نقطة السوداء التي يعاني منها فريق نصر حسين داي؟ أول من حيث الإصابات من عندنا اللاعب حراج راح يكون بالك 95% راح يكون حاضر. اللاعبين الاخرين كلهم يعني حمام راهم كما يقولوا مناح من الناحيه البدنيه والمعنويه يعني اصابات ما عندناش ومن جهه الارهاق نظن كلنا نسيروا في الامور واليوم الحق لنا واحد كما يقولوا ريتم تاع العمل والمقابلات يعني رانا نخدموا الا الاسترجاع والخطط التكتيكيه يعني ماناش نكثروا على اللاعبين وهذا الشيء كما يقولوا ماهوش يجي ضربه حظ هذا
علم كرة القدم ما راهيش علم دقيقة، ولكن التحضير البدني علم دقيق. حنا اليوم رانا كما يقولوا باش نعرفوا كرة القدم انا نديروا باللازم. اليوم لحد اليوم الحمد لله عندنا كل الإمكانيات البدنية ماهيش 100%، ولكن نقدروا نسيروا المقابلات. تشوف بهذا التعب الكبير هي بعد مباراة شباب الوزداد ما كانش عندنا أكثر من 10 ساعات كنا راكبين في الطائرة، يعني شيء تعب، ولكن لازم نتعاملوا مع الظروف. هذا هو هذا اختيار لعبنا كل بلاصه، لابد علينا نديروا كما يقولوا التحيات، وان شاء الله غادي ندور كما يديروا نديروا التورنوفر ندوروا شاف لاعبين، وان شاء الله كما يقولوا نكونوا في المستوى. مصطفى ماذا كان يريد ان يسال، ولكن مازال عندك سؤال اخر. كان سؤال اخر في نفس السياق، واش كان يقول كريم كيف تتعاملوا مع تسلسل المباريات في سواء في الجبهات الثلاثه البطوله كاس حتى كاس الكاف، و يعني نقص التعداد لتشكيلتكم؟ اول يعني بكل صراحه اذا بالك الشيء راه جديد علينا، ولكن الحقيقه هي كثرة المباراة التالية يعني بكل صراحة ما راهيش هي المشكل. المشكل الأساسي اللي راه يدعمنا التعب، ولكن التدريبات تكون بينها المباراة. حنا بكل صراحة يسري أحمد الله بكل تواضع واش نعرفوا مع زيد السنة تاع مزيان غادي نسيروا في التدريبات، ولكن سياسة التدريبات والاسترجاع يكون كما يقولوا في طريقة عقلانية، وخاصة تكون النتائج الجب البدني راح يروح منه التعب. يعني نقول بكل صراحة المقابلات المستدية هذه إذا كان لاعب عنده ديجيتالي تاعو برا نقولوا نقية والتدريبات يكونوا مدروسين، ونحن الحمد لله الإدارة دارت لنا كل الإمكانيات. كيما أنا نخدموا اليوم رانا في كينيا فريق هذا كور ماهيا لا خوف لا خوف لا خوف على النصر، هي ثقتنا كبيره فيكم. ان شاء الله نتيجه ايجابيه لنصر حسين داي التي نقف وراءها جميعا، مثل ما نقفتم وراء طبعا نصر حسين داي والسياسي وكذلك شبيبه الثوره. شكرا لك سيد لاسات على كل هذه التوضيحات. عادل معزل عاد مع قسمي سطيف معمن قسمي مع في بجايه لعبت مع في بجايه احمد لعب معي في عنب وفي جي اس ام بجايه ربي يرحمه حسين قسمي طبعا لعب سابق لي في عنب وفي جي اس ام سيد احمد قسمي لعبته مازال في احسن حالاته القوه الضاربه اللي نهدو رفقه حراقه عنده السبب عنده الاكسبيريونس خدا اكسبيريونس كبيره سيرتو معنا في عنابه البريود تاع 2009 خدا اكسبيريونس كان طوب ودرك راهو يمد شاك فوا وراهو يمركي في الملاحه حاسم ومتالق جدا. احمد قاسمي قلت انه شباب قسنطينه ايضا تنتظر مباراه صعبه الخرج لتركيه الثالثه. نستمع سويا الى نشاهد صور التحضيرات اخر التحضيرات قبل تنقل وسفر السياسي الى مصر. نذهب مباشرة وفضل بلال وكذلك رضوان لنستمع إلى التصريحات التي كانت في ميكروفون زميلنا صالح بوساكر، تصريحات المدرب لافان وكذلك الحارس رحماني. On a pu avoir une semaine de travail complet et je pense que ça nous fera le plus grand bien. On arrive avec toutes nos armes pour pouvoir essayer d'obtenir un bon résultat positif contre Ismaili. ديبي 15 جور وحنا نبريباريو لهاد المباراه اللي عندها اهميه كبيره، مباراه تقدر تحل لنا نقولوا تقدر تحل لنا الباب باه نتاهلوا للربع النهائي. ما عليا غير نادي في الواجب تاعي، انا مادا بيا نخلي حظوظ تاع اصحابي كما يلزم. حنا نتمنى هذا حفز ليا يخليني توجور باه نبقى نخدم، ونتمنى ثاني نحافظ على شباكي باه نسهل الماموريه على اصحابي. طبعا من اجل المزيد من المعلومات نحاول التواصل مع المدير العام لشباب قسنطينه طارق عرام الذي وعدنا بان يكون معنا على المباشر ولكن غير متواجد حاليا في الفندق. نواصل نبقى على اتصال ان امكن بلال ورضوان، لما يكون جاهز طارق عرام يكون معنا على المباشر حتى وان كان الامر في نهايه هذا البرنامج. تحكيميا عبد الرزاق تحكيميا عموما لا خوف على الفرق تاعنا، لانه في هذا المستوى الحكام يكونوا ذو مستوى، المستوى المتقدم في المنافسه حتما راح يكونوا حكام ذو نخبه الف، منهم اللي راح يحكم
الشباب قسنطينة هو الحاكم دو تجربة كبيرة قاسما وكان يعرف الكرة الجزائرية وحكم الوفاق سطيفي وحكم المولودية حقيقة ملا خوف على فريقنا وانا نشوفوا حتى طريق اليوم الفريق تاعنا راهم لاتين بالكرة لاتين بالكرة قلت للاعبين لاتين بالكرة الحكام مرشحين يكونوا ضد عبد النور كريبازا السياسي كان تقريبا متأهل بحاجة إلى نقطة بعد ذلك نعرف الحكاية جيدا هل هذا الأمر يؤثر من الناحية النفسية البسيكولوجية على فريق كان بحاجة إلى نقطة في نهاية المطاف تختلط تماما لحسابات وراح يلعب مباراة ثانية إضافية صراحة ما راحش تأثر لأنه مرغم شباب قسنطينة أنه هذو الأشياء ما يأثروش عليه نظن جاء المباراة ما جاتش في وقتها حقيقة لكن هذا هو برا من القاهرة الإسكندرية هذه كل استفزازات من طرف الفريق ممكن الإسماعيلي راح يلعب ورقة ممكن هذه الأشياء بدون جمهور راح المباراة تكون هنا شباب قسنطين عنده 6 نقاط بأريحية يكون عنده لازم يكون عنده تركيز عنده كل حظوظ باش ما ينهزمش في الإسماعيلي أنا نقول ماشي هذا التوقيت لكن نظن ما لازمش يأثر على فريق شباب قسنطين هذه المباراة مصطفى نظن أنه شباب قسنطينة في أحسن ظروف المعنوية فريق متقدم ب6 نقاط على الإسماعيلي ولو أنه الإسماعيلي كلهم حسابات نوعا ما مصطفى لا لما تلعب منافسة أو لما تسير تلعب منافسة تاع دوري المجموعات لازم تسير المنافسة لازم تعرف كيف تسيرها لأنه اليوم شباب قسنطينة يتنقل إلى مصر في مباراة لتقدر تأهله شباب قسنطينة علاش ما يفوز يقدر يفوز شباب قسنطينة عنده الإمكانيات فاز على النادي الإفريقي فاز على تيبي بازامبي لما لم يفوش في النادي المصري نظن أنه لو نشوف الحالة اللي راهو بها شباب قسنطينة أعتقد أنه على الأقل يقدر يعود بتعادل أسمع رأي اللاعب معيزة اللي عنده هذه الخبرة تأثر بالناحية النفسية والبسيكولوجية تكون على بعد نقطة للتأهل ثم في نهاية المطاف يحدث ما حدث للسياسي كانت أثر لو كانت مقابلة واحدة كنت تكون المقابلة الأولى اللي لعبوها ومن بعد تحبس درك أظن باللي اكتسبوا خبرة اللاعبين اكتسبوا خبرة تاع المقابلة ضد مازامبي أعطتهم خبرة كبيرة في البطولة الإفريقية أظن ما تأثرش على الفريق بالعكس اللاعب الجزائري لما تنرفزوا يولي عنده أثر إيجابي في الميدان أنا جو بونس الحوايج اللي داروهم في مصر داوهم باروت والمشاكل هذه راح تزيد تعطيهم دعم إيجابي في المقابلة تاع الإسماعيلي نظن يديروا نتيجة في الإسماعيلي راح يتأهلوا أنت تعرف جيدا السياسي ولعبت وتعرف هذا الجمهور هل تشعر بأنه فيه مرحلة أخرى بدأ السياسي يدخلها بدأ يتألق إفريقيا بدأت هيكلة جديدة في استمرار فاز بالبطولة عاد بقوة فيه مشروع حقيقي لهذه المدينة اللي تنفس كرة القدم ولكن في المقابل ليس لديها ألقاب كثيرة أنا نظن الحاجة الأولى في الشباب قسنطينة هي قوتها وجمهور تاعها جمهور هو القوة تاع الفريق نظن مام الجمهور تاعو عقليته تبدلت ولا يحوس عن ألقاب باسكو شاف باللي الفريق يقدر يجيب ألقاب نظن فريق شباب قسنطينة كان يلعب ديما في القسم الثاني صعود نزول صعود نزول مي درك مع الوقت اللي تبدل الهيكله تبدلت لكن لما يزعف يزعف يقولوا هل هو نفس قالوا شباب قسنطينة اللي لعبت فيها انا واللي راه يدرك لا تبدل الجماهير صراحه بالنسبة للجمهور تاع شباب قسنطينة مشى مع المشروع تاع الفريق تاع الموسم الماضي لما تشوف اليوم شباب قسنطينة المشروع اللي تكلم عليه مشوا فيه كل شيء الإدارة اللاعبين الطاقم الفني بقيادة كان عبد القادر عمراني كل شيء حتى الجمهور الموسم الماضي تشوف باللي ممكن ما عندهمش ولا مباراة بدون جمهور فيها لقب لا فيها بطولة فيها لكن مشى فهم انه باش نديو الالقاب لازم ها واش نديرو هذا الجمهور ساند وعلى سبيل اخر مثال مباراه جمعيه عين منيله لما انتهت 0-0 كل الجمهور يصفق على الفريق تاعو هذا انه الجمهور خذا ثقافه يعني مع هذا الفريق نقول انا جمهور شباب قسنطينة كي تلعب ب 60,000 متر او عادل يعرف احنا لعبنا الديربي ضد المولوديه قسنطينة جمهور
يتنفس كره قدم، يحب الفريق تاعو. مازال كنت تكلمه بالقلب، مازال عندك. لا راني نقول لك، مازال عندك. انني بعيد عليك، مازال عندك عاطفه سياسيه كريم. انني بعيد، لكن الموسم الماضي كل شيء مشى مع المشروع هذا، لهذا انه نقطه قوه شباب قسنطينه في كل شيء. دوكا ما كاش نقاط ضعيفه في هذا الفريق، جمهور في المستوى، اداره في اخر مباراه لك كنت امام جمهور سياسي الموسم الماضي. فوالا هاو يزيد ياكد. انت بالك، انت بالك قلت سي كريم على سي عادل وعبد النور انهم لعبوا في السياسي، تقدر تكون شيء من العاطفه نقدر نقول، لكن انا نقدر نكون انا حيادي انا كحاكم، لكن حقيقه في ملعب حملاوي عنده نكهه، عنده نكهه، عنده خصوصياته. والجمهور القسنطيني حقيقه نحيوا من هذا ما قال لك معيزه، حتى كي يلعب في وقت وين لعب عادل كانت الجمهور كانت عنده الثقافه هذيك، ماهيش جديده، لانه في الصعود الاخير من الصعود كان في المستوى الثاني في القسم الثاني، الصعود الاخير تاع شباب قسنطينه لليوم جمهور كثير. جمهورنا حقيقه كريم، جمهور الجهه الشرقيه، جماهير في الجهه الشرقيه تشوف قسنطينه تمشي لسكيكدا وبعد تمشي لعنابه، يعني كل هذه النوادي هذه يعني تعشق الفريق تاعها وتتبع الفريق تاعها. انا شوف كريم، انا ما شفتش جمهور فريق يلعب في الهوات حتى في البطولات الاوروبيه عنده 60 الف سبعين الف متفرج، ما كاش. لا صراحه ما كاش، كاين الا جمهور عنابه اللي يعني نتكلم في الشرقه اللي يوقف مع الفريق تاعو حتى لما يكون في الاقسام السفلى. يعني صراحه جمهور عنابي دون ان ننسى جمهور قسنطين وكذلك جمهور سكيكده. وستيف لا، انا نتكلم على الفريق اللي راهي تعاني. نبدا من البرج وستيف وسكيكده وعنابه، ولكن جمهور الصيفي حتى الموك مش ما ننساهمش، الموك راهم يديروا اجواء كبيره في الهوات، عندهم هذيك فريق المولوديه القسنطيني، عندهم بالك ثقافه كما قال مصطفى، بالك الجهه هذيك عندهم ثقافه انهم ثقافه عن القسم الاول على بها راهم في الواد في الواد حبوا يعاودوا يديروا نهوض بالكره. عاد المعيزه احبوا جمهور الصيف، احبوا جمهور السياسي، احبوا جمهور عنابه، لذلك سنذهب الى كاس الجمهوريه وهناك لاعب امام فريقه السابق وكرم قبل بدايه المباراه. طبعا منافسه كاس الجمهوريه التي بدات يوم الثلاثاء الفارط بمباراتين، لما استقبل فريق اتحاد عنابه الوفاق الصيفي، وكذلك مباراه اخرى في منافسه كاس الجمهوريه ما زال مباراه تلعب بين نادي بارادو ومولوديه وهران، ومباراه اخرى طبعا قلت أتلتيك باردو مع شبيبة بجاية، شباب قسنطينة مع مولودية وهران، وقبل ذلك لعب الدربي العاصمي بين شباب الوزداد ونصر حسين داي ورقة في الدربي العاصمي ودربي الشرق أيضا مع زميلنا المتألق محمد شومعلي. الأنصار حضروا والدربيات عادت للسيدة الكأس، فحضرت الأهداف في المقابلتين وبملعبين يليقان بالكرة. أنصار اتحاد عنابة احتفوا بضيافة وفاق سطيف، واحتفلوا قبل طيلة وبعد اللقاء على طبق من جابوا على الجهات اليسرى، وفيه حضرت الفرص من الجانبين. ضيع الوفاق مرة ومرتين، فرد صاحبي لأبناء بنا بعد 18 دقيقة. هل يلحق عليها زياني؟ هدفنا والهدف بالفعل، صعوبة كبيرة وإصرار من صاحب. المباراة تواصلت بهجمات متبادلة إلى غاية الدقيقة 58، توزيعة نحو العمق، بدران الوفاق في الصورة يحاول رد الكرة لتعود نحو يده أمام أنظار الحكم معلنا عن ضربة جزاء. ربيعي الاتحاد انبار لها وسجل. ربيعي حمزة أمبولتيف، والهدف الثاني من ربيعي حمزة، الهدف الثاني من ربيعي حمزة الظهير الأيمن. ثنائية الذهاب وأسبقية عنابية قبل العودة إلى غرف الملابس في مباراة خسرها رفقاء أكرم جانيت، وخسر فيها جابو المصاب إلى حين. الديربي الأول وهو يلعب شوطه الأول أعطى شارة ديربي العاصمة بين شباب الوزداد ونصر حسين داي في موعد تكرر للمرة السادسة، باتفاق على ذهاب وإياب بملعب كبير يليق بقمة الدور الثانية. الأنصار هنا كما هناك أمتعوا،
والديربي سار تكتيكيا مغلقا حتى وزع حراق بالمليمتر كرة لرأس خاسم مع شباب الوزداد والمحاولة هدف والهدف الأول. الشباب أنهى الشوط منهزما بعدما ضيع كرة ثابتة أخرجته من اللقاء. عاد في الشوط الثاني وحاول أكثر من مرة مع تألق غايا حارس النهد. محاولة نساخ حرمه القائم ومرباح تصدى لصاروخية عطية وبعدها ضيع هجوم النصرية ما لا يضيع لينتهي الديربي على وقع انتصار آخر للفعالية. مباراتان أمتع فيهما الجمهور حضرتهما الروح الرياضية والفوز للمضيف في عنابة والضيف في 5 جويلية قبل عودة الدور مع لقائي العودة. في المستوى مستوى الحق روعة الجمهور العنابي تجسد تعادل في هذه المباراة كالعادة. 60,000 متفرج في لعب دور كبير جدا في تحقيق الانتصار. والله كل المقابلات اللي في عنابة فزناها بالجمهور حقيقة هذه توقع وما في عنابة يقولوها لك كي تروح لعنابة يقولوها. ولكن تفوز لي على الوفاق الصيفي الكثير ما كانش يستنى 2-0 أمام فريق وضع كأس الجمهورية هدف أساسي بصراحة العبارة. شوف حاجة كاينة في اتحاد عنابة اللاعبين تاعنا شبان ما همش لاعبين معروفين في الساحة يحبوا هذا النوع من المباراة. نظن قيموا الادفيرسير عطاوه حقه. نظن انا واش خممت بار اكسبيريونس بالك وفاق ستيف شافوا اتحاد عنابه في الناسيونال 2 ما عطاوهاش اهميه قد المقابله هذه وشفنا في المقابلات هذو جو بونس الاراده تكون عندها دور كبير في الفوز وهذه كاس ماهيش بطوله. نظن لما شافوا اللاعبين الملعب 70 ولا 80 محتم عليك دير نتيجه. نظن اللاعبين خفت انا من في بدايه المقابله لاعبين شبان ما عندهمش الخبره ما عندهمش كاين حتى لاعبين ما لعبوش كاس الجمهوريه وقيل حتى في التور لعبوا التور الاول والثاني وتليميناو. نظن في المقابله هذه دعم الجمهور راهو سي البومو تاع الفريق. واقصاء البرج ايضا ماهوش سهله. أنا قلت لك الجمهور في عنابة سي بومو تاع الفريق. الجمهور وأرضية الميدان. أرضية الميدان احنا ولفنا بها. كيف تلعب أرضية الميدان؟ لا صراحة أرضية الميدان اللي متعودين عليها شاهدنا اتحاد عنابة صراحة الجمهور والجرينطا ولاعبين اللي يقدموا مباراة أرضية الميدان حتى لعنابة. لكن أرضية الميدان متعودين عليها كثير اتحاد عنابة. قول لي أنا أرضية الميدان هي اللي سابت عنابة. لا 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 جاوبني. أنا جاوب فيك. جاوبني. قول لي أرضية الميدان ما دخل أرضية الميدان أثرت على مردود احنا رانا نشكيو صراحة وفاق الصيفي ألم يضيع فرص 3 فرص حقيقية في إيه؟ المباراة وي نعم سجل وفاق هذاك الفرص. أنا تحب نتكلم لك على عنابة وتحب نتكلم لك لا لا جاوبني فقط على هذه الوفاق المرض الوفاق راه يمر بفترة صعبة. لا لا أنا سمعت الغيص قال أنه الحظ ما عرفناش في بداية المباراة إيه؟ ضيعوا كرة كانت بتمريرة جابو على البوغلمونة كان ممكن يكون لو تسجلت الهدف هذا كان ممكن. لكن نقول باللي اتحاد عنابة دار يعني كل شيء باش فاز بالمباراة حقيقة يستاهل الفوز. كان يعني في الثنائيات كانت عنده لاغرينتا جمهوره أرضية ميدان. نقول حاجة واحدة فقط حبيت أني ما نقللش من قيمة أنا تأهل اتحاد عنابة لا بالأرضية ولا بشيء آخر. أما الوفاق الصيفي فنتحدث عنه لأن الوفاق صراحة لم يكن مقنع. هل لم يكن مقنع بسبب أرضية الميدان أم بسبب أشياء أخرى؟ راح نجي لك ويكون عندك الوقت الكافي. صعب نقول بصح تجاوبني. أنا لما توقفنيش أنا نقول لك نحلل لك ما نعطيكش العموميات. نحلل لك أنا نسير فقط برنامج. أنا نسير برنامج. أنا لو نتكلم لك بالعموميات نقول لك بلا أنا نتكلم لك بالأرقام. يلا يا سيدي اتحاد عنابة. يلا بالأرقام جاوبني. اتحاد عنابة فاز بالمباراة كان هو الأحسن في أرضية ميدان في كل النواحي في الثنائيات لما جو كرات للتسجيل كان يعني الحاجة الكرة الأولى سجل دخل في المباراة جمهوره أعطى يعني دفع كبير. أرضية ميدان سهلت من مأمورية فريق اتحاد نعم. نجيك الفريق الوفاق ستيف وفاق ستيف يعني مردود محير سواء من ناحية الفردية أو الجماعية أخطأ بالجملة دفاعيا يعني تشوف الهدف الأول شيء غير مقبول
يعني اللاعب تاع المهاجم تاع الاتحاد لعب اسقط عودنا وناض وسجل الهدف والمدافعين تاع وفاق سطيف مازالوا ما ناضوش. ضربه الجزاء تاع المباراه تاع الكره الثانيه نظن المردود تاع الوفاق محير محير لانه يعني المدربين جازوا كثير اليوم الوفاق وين راهو ماشي هذا هو نقول لك ان مردود تاع الوفاق محير وعلى علامه استفهام كبيره. قبل ان الجزاء رايك ماذا في الوفاق محير؟ والله شفت المباراه والله غير الوفاق الصيفي بان لي ترونسبارون. نظن انه نعرف الوفاق نعرف كلنا مردود الوفاق لما يكون في احسن ظروف وفي احسن ايام. لذلك ما حبيتش نركز على ارضيه الميدان لا. لان الوفاق الصيفي لما يكون في احسن حالاته حتى في ادغال افريقيا في ظروف اصعب ويفوز لك. اكيد اكيد لكن لما تتكلم امام فريق جزائري امام اتحاد عنابه اللي يعرف المعالم عنده المعالم تاعو في ملعب وفي ارضيه والفريق اللي ما يحوش يبني يلعب بكرات مباشرة عكس الوفاق الصيفي اللي يلعب كرات قصيرة يلعب ثلاثيات يلعب ثنائيات هذا هو العكس. لكن مع عبد النور معليش لا لا كريم لا كريم لازم نقولها بكل صراحة عبد النور لا تشغل برك كلمة برك باش نزيد نقولوا باسكو انا هذا الملاعب نعرفوهم احنا كان الملعب براكني عندنا معالم نفس الأرضية نفس الأرضية نقول لك ما حبيش نتكلم له على خروج جابو ما حبيش هذه ما حبيش معليش نفردوا لا 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 عبد النور لما تكون عندك أرضية كيما هذيك وهنا عادل يقدر ما تقدرش تبني فيها هذه يعني طويل. تلعب لا كرات كرات مباشره وسمح لي سمح لي كريم سمح لي وتخرج يعني لو بلوك يخرج باش يدير مسانده. الوفاق الصيفي حب يبني ولو انه كانت عنده بعض الفرص اخطاء تاع لاعبين تاع اتحاد عنابه لكن ما عرفش يجسدهم. لكن لو كان الوفاق الصيفي يعني كانت عنده يعني فرصه وسجلها بالك راح نشوفوا راح نشوفوا مباراه مغايره. سي عبد المعيزه لما لا موسم تتويج بالكأس كل شيء ممكن مباراة لو تصمدوا في سطيف نصف نهائي مباراة ذهب وإياب هل تفكرون في الكأس؟ بيان سير شوف هل وضعت لك هدف الآن تقدر دير أوبجيكتيف كي تلحق للديمي فينال تلحق للديمي فينال تولي أوبجيكتيف مي رانا في الكأس شاك ماتش رانا نحضروا له كما ينبغي. الصعود اعتقد انه ضيعتوه صراحه بعد تعثر المنتخب حسابيا وما ضاعش هو ولكن صعب جدا هي صعيبه بصح مقابله تقدر تهدر على الصعود، الصعود ما تخش تهدر عليه درك باسكو رانا نشوفوا 36 37 37 36 35 مازال شويه صعود في اللعب. مي في الكاس رانا شاك ماتش رانا نحضروا له كما يلزم الحال مع البرج حضرناه كما يلزم الحال سواء اداره طاقم فني لاعبين فلاسومين هذيك تكون كما يقول لك كونسونتراسيون زايده على البطوله باسكو اوبجيكتيف اللي بقى في البروجي تاع اتحاد عنابه ما كناش حاطينها في الحسبان مي كي لحقنا كارت فينال اليمينينا البرج وزدنا دوك رانا مع سطيف ماتش عالي مازال روتور راهي مازال 50% رانا مقابله تاع سطيف 50-50 ما نقدروش نقولوا تاهلنا ومازال ما نقدروش نقولوا مي رانا نحضروا كما يلزم الحال ان شاء الله في المقابله تاع الروتور ستكون اجمل هديه الجمهور العنابي لان الوفاق الصيفي في ملعبه صعب وصعب جدا هي حقيقه تدركونها وتعرفها جيدا عز المعرفه عادله الوفاق لا يرضى حتى ب 2-0 قادر يعود الملعب تاعو يلعب مليح ارضيه ماهيش معشوشه معشوشه نظن يبراتيكي بون فوتبول مي 2-0 ثاني عندنا كلام عندهم كون جات 1-0 بالكش انا نقول لك لعب في ستيف كانت لا بريسيون وكذا عندهم لاعبين عندهم خبره وكذا مي 2-0 ما احنا عندنا تكون عندنا كلمه ان شاء الله في المقابله لازم تصمد شوط على الاقل شوط صفر مقابل صفر ها والله يسجل لك الوفاق في البدايه صعبه لا البداية درك حنا عم بنا سيناريو كيفاش راح يكون في المقابلة تاع راح تكون مباراة مغايرة كريم راح تكون مغايرة على المقابلة تاع راح تكون مسؤولية كبيرة عندنا سيناريو كيفاش راح تكون راح تكون مسؤولية كبيرة في محور الدفاع هو يسيرها راهي 200% مسؤولية كبيرة حتى الأخضر حتى الأخضر عجالي ممكن يعرف كيفاش يتعامل مع المباراة أعطيني الحالة التحكيمية الوحيدة المثيرة للجدل في هذه المباراة رضوان وبلال لك الحالة ولك التحليل سهلا مثلا نشوفوا الكرة جات من الجهة اليسرى نعم شوف هنا الحكم اللاعب حب يرود الكرة كان ضيع الآخر تاعو شوف شوف حتى
نعم شوف اليد عاود طلعت وشفنا نشوفوا اليد مش ما نهضرش على الذراع نشوف اليد اليد كيفاش حكمت الكره منعت مسار الكره باش توجه لمنطقه في المنطقه في محيط المنطقه الجزاء وكان لاعب تاع اتحاد عنابه على مستوى المنطقه مع الحارس هناك في هذه اللقطه ضربه جزاء محقه اعلن عليها الحكم السيد سعيدي قراره صائب. جاوبني فقط على هذا السؤال سعد الزقي على هذا الشيء. كخبراء تقولون بانه اللاعب ما يديش ضربه جزاء على نفسه. حقيقه. هنا ما داش على نفسه. لكن كاين حالات. فهمنا. نعم. هذا كي نقولوا في الكره المتوقع اللي في سيربريز. الكره المتوقعه. هنا كان نعم كاين عوامل في سيربريز تكون كل شيء يتلعب في محيط ضيق. هاي الصوره؟ نعم الصوره اللي شفتها في راسي نتكلموا على القانون هذا الصوره خلاص مفروغ منها فضل. شوف حتى اللاعب شوف حتى تركك الصوره اللاعب نعم اللاعب ويشوف الكوره حتى كي خلصت قاعد يشوف الكوره بيقول لاعب احنا اللاعب عندما اللاعب كما نقولوا احنا يراطي الكونترول تاعه مثله مثل تصنيف تاع المخالفات احنا نقولوا في المخالفات واش كاين؟ كاين اهمال تهور وقوه زائده في الاهمال والتهور بيقول اللاعب يقول لك انا نلعب الكره وقصد ماشي بالعاني كي نهضروا بالعاميه في كره القدم اللي بحديثها ما بقاتش قصد اللاعب حبيت لعب الكره قصد اللاعب يعني عليك مخالفه في هذه الحالات كاين حالات وين حتى تلمس الكره جات من بعيد اللاعب كان في موضع مريح كان في موضع مريح الكور حب شكون نتحملوا حنا يتحمل الفريق المنافس والحكم يتحمل خطا تاع اللاعب دار موفي كونترول اللاعب وين دار موفي كونترول الكره عاودت ولات راحت هو حبس المسار تاعها هل هذا لك كي نحب هذا الشيء منطقي لك حبس الكره نعم كاين في حاله واحده اخرى ماشي الحكم اللي يقدر يجوجي بان اللاعب دار كونترول ولا ما دارش كونترول نقول لك عطيت لك حالات ما يقدرش نقولوا ما يقدرش لكن الحاكم عنده تقديره الحاكم عنده تقديره في اللقطه كي نقولوا حنايا اللي في سوبريز الحاكم عنده تقديره انا في هذه اللقطه بالنسبه لتقدير الحاكم واضحه انه هنا كانت ضربه جزاء محقه يده كانت خارجه كليا على الجسد تاعو حتى شفنا لو جيست على لا مان نهضروا على لا مان ماناش نهضروا على لو برا كوم لي نهضروا على لا مان الكرة حبست عند في يد اللاعب تقريبا مدة 3-4 سنوات لأول مرة أصطدم بهذا القرار لكن لأنها حالة ماهوش مثل الحالات اللي كانوا كل الحالات اللي صادفتها لا الحالات لا هذه الحالة أنا قلت لك حتى الكرة جات من بعيد واللاعب كان راح يرود الكرة ما روداش كيما يلزم الحال قال لك مصطفى ما يقولوش الحاكم يقول دار موفي كونترول لكن الكره عاودت ولات باش تولي غير مسارها كليا غير مسار الكره ما راحش بطبيعه الحال ضربه جزاء كانت لمسه يد واضحه من المدافع للكره ضربه جزاء والحالات هذه لقطه يجيوك حالات اخرين وزيد تسمع ويكون الجواب نقولوا كما يقولوا شافي من عند بقيه الغير خبراء والزملاء يتكلموا كذا ويتكلموا على الحاله الثانيه تحب نتكلم لك عليها كي يكونوا بين القائمه تاع المرمى كي تكون في حاله من الحالات انه تكون ضربه جزاء ولو كانت كره غير متوقعه هذه حاله من الحالات أنا تبقى لي هذه حالة اللمس بالكرة الدفع اللمس القوة الزائدة كرة ضد من دون غير قصد هذه الأربع حالات الكرة لما تلمس الأرض وتلمس يد نعم يقول لك ما كاش ضربة جزاء هاي الحالات هذه ماشي بالعين هذا المشرع دار هذه الأمور التحكيم باش يمشي بقوانينه بالدليل يمشي لو مانيوال ديال واتجور يمشي بدليل قوانين التحكيم ولكن التحكيم حتى التحكيم ما راهوش الا الكتاب فيه توجيهات فيه توضيحات في القانون فهذا باش نقول لك هذه اللي كنت نقول لك هذه الحاله والتحكيم عنده وقته نقولها انت حالات يا سعد الرزاق سواء اي محلل واي خبير صعب انه يقنع والحكم صعب انه يقنع فوق ارضيه الميدان لانه ربما حكم اخر يقول لك ما فيش ضربه جزاء لانه اللاعب دار هذا ضد نفسه كما نقول هنا يكون اختلاف من حكم الى اخر
لا بصح القانون ما قدوش يختلفوا فيه. ما قدوش يختلفوا. بس اختلفوا في تطبيقه. لا لا نشوف كان يكون اختلاف وين يكون. في لابريسياسيون. في التقدير تاع اللقطة. حتى احنا هنا في البلاطو نقدر يكون تقديرنا ماهوش مثل تقدير الحاكم. هذه حقيقة تقدير. أطرح لكن لا لكن كاين قوانين القانون يفصل. يفصل بين هذا كاين وين حالات القانون يفصل تقدير انا نقول لك في تقدير الحاكم اعلن على ضرب الجزاء تقدير يقول لك انا هذه ماهيش ضرب الجزاء ولا والعكس من حاكم الى حاكم من حاكم لكن القانون يبقى قانون قانون وروح القانون مازال عندنا الوقت ان شاء الله ومازال عندنا ان شاء الله وزيد اللي قلت انت ما سمعتهاش لا انت قلت ما سمعتش هذا الكلام انا ما كلموش ما راهوش جديد في قانون في قانون التحكيم ما الكلام قلت لي اول مره اول مره ما شفنا هذه الحاله اول راك قلت لك انا هذه الحاله انا في كل الحالات اللي صارت داخل منطقه دعمت بهذا الشكل قيل لي سواء من خبيرنا سي محمد زكريني حقيقة او سي محمد يوبي قيل لي في هذا البلاطو منذ 3 سنوات او 4 سنوات بانها ليست ضربه جزاء اليوم اصطدمنا للأسف لا تصطدم لانه انا نقول لك انا اصطدمنا لم نصطدم انا متيقن انا نقول لك القانون هو اللي يفصل بيناتنا التحكيم التحكيم الثاني في هذه ميزاجور هذه بالك كانت في سنوات ما كانت صفر ضرب الجزاء بالك لانه لو تكلم على ضرب الجزاء في بعض الاحيان لما اليد تخرج وتقيس يعني يعني باراده او بغير اراده في هذا نعطيك شي واحد في 30 ثانيه لا اكثر نعم نقولوا في نعطيك انا سؤال وتدك تجاوبني هل نقول لك باللي في وضعيه اليد تكون طبيعية أو غير طبيعية أنت منطقيا تقول لي كي تكون طبيعية ما تكونش ضربة جزاء القانون يقول ما نقد ما في بعض الحالات ما ناخذوش بناء اعتبار أنه اليد تكون طبيعية أو لا طبيعية حتى إذا كان طبيعية تكون ضربة جزاء اتفقنا هذه باش نزيد في كلام سابق لقادم يلا عندك 15 ثانية أنا نسأل سؤال لعبد الرزاق أنا أقول 15 ثانية لا في 15 ثانية لو مازال عندي صور لا معليش تفضل لو هذه اللقطة تاع المدافع تاع وفاق لو الحكم ما علنش على ضرب الجزاء واش يكون الرد تاعك احنا واش قلنا اليوم ضرب الجزاء تبقى ضرب الجزاء ما نقدرش لم يعلن ضرب الجزاء لم يعلن على ضرب الجزاء ضرب الجزاء حقيقه هم يقول احنا نمشيو على حساب الحكم واش لا انا قلت نعم على حساب كلامك سعد نوس ما نمشيو على حساب الحكم واش يدير ونمشيو ما نعطيو الحق على حساب القرار ديال الحكم لا هذا كان وراي مصداقيه كان قانون لا حتى نفصل هنا هذا النقاش اولا لم اقل اننا قلت اصطدمنا يعني ليس صدمه الاصطدام يعني جاءتنا حتى نوضح الامور ليس هناك تماما صدمه في هذا البلاطو وعبد النور لما قالك بانه اذ لم يعلن عن ضرب الجزاء يعني هنا راجع لتقديره لو اعلنها كان محق لو لم يعلنها كان ايضا محق اراد ان بالنسبه للحاكم بالنسبه للحاكم كان قانون اللي يفضل يلا حدثني عن ديربي قبل ان انسى ديربي بين المصريه والشباب كان رائع فوق الدرجات كان مثيرا ايضا فوق ارضيه الميدان والله يا كريم كانت المباراة وفت بكل وضع شفنا جمهور في المستوى حتى المباراة كانت في القمة نظن أنه الفريق اللي كان أكثر إرادة وأكثر عزيمة ولو أنه شباب الوزداد كانت عنده فرص وخلق فرص وكان قادر أنه على الأقل يسجل هدف واحد لكن إرادة مرة أخرى وعزيمة نصر حسين داي والإصرار عند اللاعبين مكنهم أنه يفوز بالمباراة حتى احتفظوا بنتيجة المباراة حتى النهائي لو ينشط أحد عن هذا النهائي من تريده في النهائي معكم؟ والله لو وصلنا النهائي نبدع بس غير هذه اللي عندي لو وصلنا النهائي هذا لا كوب دارجيري اللي خاصتني في لا كارير تاعي عندي بوطونه ان شاء الله احنا ماذا بينا لو وصلنا لا فينا ما بقاش لو سالوا على الفرق الصيفي صدقني كل شيء ممكن بيان سور نقول لك انا كلام واحد اخر ان شاء الله يكون او كريم خلاص ماهوش سهل صعب على ماهوش سهل انك تقصي الوفاق بتقاليده الوفاق سواء في ازمه او من دون ازمه تفوز عليه ب 2-0 تفوز ب 3-0 الوفاق هو الوفاق صعبة. بين قوسين يلا الى تحت المجهر الان بعد الفاصل بونا المدينة التي تتنفس كرة القدم هي حمر عنابة هي اتحاد عنابة هي الكثير من الأسماء
التي اشتقنا إليها التي أمتعتنا. أي حكاية من الزمن الجميل، ولكننا نريدها حكاية لزمن آخر ومستقبل أجمل لمدينة تتنفس كرة القدم. بقلم المبدع محمد شومالي. صوت واحد لنفس الجغرافيا التي دمجت نوادي الجامعات الجزائرية، صوت دوى بتاريخ الفاتح جانفي 1983 ليختزل مسار عديد الأندية. بعنابة لا صوت يعلو فوق الصوت المناصر الوفي، مناصرون أو قاعدة جماهيرية أكدت أن عمر النادي، إنجازاته، علاقته لا تهم بقدر التواصل والانتماء والمناصرة، فحق لهم أن يملك الفريق بالوفاء والاستمرارية في دعم الألوان رغم كل الظروف. مرحبا بكم في عنابة راكوكان، ارباحوا بكم ضم ليك معكبوا ايابان، انساوا اللي فات. بنى التاريخية من العام 1944 ثم تغيير الاسم العام 1962 إلى الاتحاد الرياضي الإسلامي لعنابة والنادي الرياضي حمراء عنابة في 1971. عناوين واحدة وإن تغيرت لمدينة القبطان الحاج محمد صالح بفرماس وعلي عطوي لأزقة برزة وتعلم فيها فنون المراوغات صالح تاي واستبسال إبراهيم بوترعة في الحراسة، لعنابة التي تملك عائلاتها قصصا مع الكرة في شاكلة بوفايدة وأبو منجل لأجيال شنيني ثم قطاي، أجيال مرت من هناك قادت الفريق بين قسم أول وثاني على فترات، جيل العام 84 إلى 93 الذي برز بالمركز الرابع في البطولة، جيل 98 2006 بنفس المركز، وتاريخ صعب يوم 9 جويلية 2011 عندما نزل النادي مرة ثم أخرى موسم 2017-2018 عندما وجد الأنصار محبوبهم بين الهواء. بين الهواية والهوى دفع به المحبون فعاد سريعا ليحطم الأنصار كل الأرقام في المناصرة فوق المدرجات في صنع أجمل اللوحات مع الحلم الدائم بعودة الكبير بين الكبار، لأن من يملك قوة الأنصار مطالب بامتلاك قوة الانتصار. والهدف الثاني من ربيع حمزة، الهدف الثاني من ربيع حمزة. الاتحاد اليوم تاسعا في مرتبته متطلعا لموسم آخر قبل عودته، مثلما عاد جيل رضا عباسي ويشاوي بوحصيدة والبقية، مثلما رافع للراية الوطنية في كأس العربي للأندية، مثلما حافظ الأنصار على الأمانة والوصية. هناك صوت يدوي بجبل إسرائيلي، بالكور، بسيد إبراهيم وبلاس دارم. هناك صوت واحد يهتف بحياة المدينة، ملكة البطولة وكأس واحدة في ملاعب الجمهورية. هو صوت واحد يعلو يناديكم يطالبكم يا عادي يا معيزة، حان الوقت لأعود لمكاني الطبيعي. والله دي فوتو لحمك يشوه كي تشوفهم. عنابة ما تستاهلش تكون في الأقسام اللي تحت. عنابة ما كان تاعها في الناسيونالين مش بالهدرة. لازم الناس كل تتحد، لازم الناس كل تتعاون في عنابة، لازم تكون يد واحدة، يد واحدة ما تصرفقش، لازم الناس كل تساهم في الصعود تتحد عنابة. أنا قلت لك عنابة هبطت القسم اللي ماهوش تاعها خلاص، هي قسم الهوات صعيب باش تتعاود تريبروني وتطلع ليه. نظن درنا قفزة. نعم درنا في ناسيونال 2 ان شاء الله بالمجهودات الجميع ان شاء الله تكون في القسم الاول. الحاجه اللي حيرتني مانيش حاب نتكلم على جيل عطوي، نتكلم على فقط جيل عثماني وبودار وجيل اللي هنا اللي شفناه كان يمتع، كان قادر يفوز بالقاب. مدينه اللي عندها اتحاد الحجار، عندها حمراء عنابه، عندها الدرعان، كل النوادي تقدم بس تقدم اللاعبين في حاد عنابه. كيف يضيع هذا الفريق فجأة
ونشوفوا فريق يستقدم لاعبين من كل مكان ولاعبين بصراحة الكثير منهم لا يستحقون حمل قميص مدينة تنجب لاعبين مثل مدينة عنابة. احنا والله يا كريم انا ما نحبش نتكلم على اللاعبين ونقول ابناء الفريق مش ابناء الفريق، لانه اي لاعب يلعب في فريق راهو يديفوندي في ليكولير تاع الفريق هذا، باسكو احنا لعبنا في فرق على برا على عنابه. احنا انا ما عمري ما استعملت هذا لاعب مش ولد عنابه ولا أوكي. احنا نتمناو يكونوا من عنابه، لانه ولاش يكونوا من عنابه؟ عندك خسائر ماليه تكون بالك في لي برجمون تاع اللاعبين، بالك في 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 المصاريف تاع اللاعبين برا يكونوا اللي ما يسكنوش في عنابه. الفرق اللي تكلمت عليهم عادل انا فهمت ذلك، بس الفرق اللي تكلمت عليهم اتحاد الحجار سيدي عمار الحمراء عنابه هادو هم اللي كانوا الخزان تاع اتحاد عنابه. الفرق هذه عاد ما تخرجش لاعبين من اتحاد عنابه، سي بور سا اللي وصل لاتحاد عنابه يجيب لاعبين من فرق اخرى. انا نتمنى هادو الفرق لازم يعاودوا اللي يكونوا يكونوا كيفاش يقولوا خزان خزان يعاودوا يكونوهم، باسكو هما اللي تشوف الحمراء عنابه خرجوا منها لاعبين. مهدي بودار وين كان؟ كان في حمراء عنابه. كمال بوعسيده تتنقل من سيدي عمار. عثماني تنقل من نادي بالرحال تنقل لاتحاد عنابه. بن سعيد من اتحاد الحجار. هادو لاعبين اللي كانوا، انا قلت لك الفرق هادو كانوا خزان اتحاد عنابه، اليوم رانا نشوفوهم يعانيوا شويه. انا لم اقل بانه ليس من حق اللاعب ان يعني ينتقل من فريق الى اخر، انا قلت انه هذا مكسب لعنابه. عندك اربع خمس نوادي تقدم لك اللاعبين، غير طبيعي انك ما يكونش عندك فريق كبير، اقصد هذا فقط ولا اقصد شيء اخر، ولو اني مقتنع بفكره انه لما نستقدم لاعب نستقدم لاعب يقدم لي الاضافه، ما نستقدمش لاعب ما يزيدليش حاجه كبيره. مصطفى نظر اتحاد عنابه وصل لي فتره لما جاء من نادي اموال طائله في الفريق، استقدامات، حتى البعض كان يتحدث عن فريق احلام، استقدم اسماء خيره لاعبين في البطوله ذهبوا الى عنابه، ولكن لسوء حظ اتحاد عنابه تلك المرحله التي قضت على احلام الجمهور العنابي وبدا من هناك سقوط الحار. كذلك الفريق كانت عنده ديون كبيره، بالرغم من انه صحيح انه لا في تلك الفتره الكل كان يذهب الى فريق عنابه، لكن رؤساء اللي تجاوبوا امور من النادي تركوا ديون، هذا ما خلى الفريق يسقط من فريق من القسم الاول ثم الثاني ثم الى قسم الهواة. يعني صراحه فريق مثل عنابه بالقاعده الجماهيريه حتى باللاعبين اللي كانوا تلك الفتره، يعني من غير الممكن ان نشوفوا هذا الفريق هذا في قسم الهواة. لكن نظن ان الاستراتيجيه حتى النظره تاع المسيرين في تلك الفتره خلات انه الفريق وصل لهذا فتره ميريبوت اللي اكتشفنا فيها اسماء متميزه ورائعه في عنابه اكيد، لكن لما تشوف فتره التسعينات كذلك كانوا لاعبين مميزين، كانوا لاعبين كبار على غرار لاعب قطاي او يعرفوا عادل المعيزه لاعب كبير لاعب مراد سلاطني ياسين سلاطني مباركي كذلك لاعبين اخر لاعب رقم 10 لاعب في شباب القبائل عباسي لا لاعبين كبار يعني في التسعينيات لازم نقولها بكل صراحه كان فريق كبير بجماهير كبيره. انا اتذكر لعبنا معه في عنابه فازوا علينا باثنين مقابل واحد كان قل 70 او 80 الف متفرج، بالرغم من انه الفريق كان يعاني من اجل لعب البقاء. لكن نتكلم على مدينه عنابه كمدينه يعني صراحه جابت لاعبين كبار وما زال كاين لاعبين كبار، لو كما كنت تقول كريم النوادي مثل الدرعان مثل حمراء هما اللي يجيبوا اللاعبين ويكونوا لاعبين للفريق الاول اللي هو اتحاد عنابه. مرتين فقط مركز رابع، مشاركه في بطوله عربيه، هكذا يقول لي شوماني، واش قليل بزاف لفريق مثل اتحاد عنابه. لا شوف كريم نهضروا لان نتكلموا من النوادي الكبيره، النادي الكبير ما يكبرش بالتاريخه، النادي الكبير يكبر بالقابه، الفريق لما يكون نادي اللي عنده الالقاب كثيره ماشي اللي تاسيسه في 1800 تاسيسه جماهير النادي يكبر بالالقاب. اليوم فريق اتحاد عنابه لازم هذا الفريق يرجع للقسم الوطني الاول، وشفنا في كاس الجمهوريه عنده كل شيء باش هذا الفريق يكون، لكن التسيير وكما يقول لك اليد في اليد باش هذا الفريق يكبر، لانه تكلمت على
على من رؤساء اللي فاتوا رؤساء الفرق اللي ما واحد كما من نادي اللي نحييوه وحتى عبد النور ميريبود نحييوه الناس اللي جازوا عطاو يعني من الفريق هذا، لكن تكلمنا انه الامكانيات الماديه والتسيير يمشيوا في نفس الخط. لما تكون يعني الامكانيات الماديه كبيره والتسيير يكون ما يكونش مليح، نظن هذا اللي شيء اللي صرى الاتحاد عنه. الاتحاد عنابة عنده كل امكانيات باش يكون من احسن الفرق، لكن بالتفكير بالهيكله تاع الفريق باش يولي ناس ينافس الفرق الكبيره. ونقول باللي انا كريم انه اتحاد عنابة لازم يرجع القسم الوطني الاول، لكن يكون يعني مشروع كبير من كل النواحي. الى المحترف الثاني بعد الفاصل. كنت تتحدث عن نور عن الألقاب عن الإنجازات. نجم مقرى هذا الفريق الصغير الذي يفاجئ الجميع في موسم استثنائي، هي مدينة تتنفس كرة القدم من الحضن طبعا، يفعل وربما سيفعل ما لم يفعله لا أمل بسعادة لا وفاق المسيلة ولا فريق آخر، بتحدي كبير بإصرار أكبر يواصل مصارعة كبار المحترف الثاني. هذه المرة يضيف فوز آخر على حساب اتحاد البوليدة، يؤكد بأنه يعشق التحدي هذا الموسم وبإمكانه الصعود أو بالأحرى يقترب كثيرا من الصعود إلى حاضرة الكبار. انتصار اليوم أمام اتحاد البوليدة كان بحضور الكثير من عشاقه وبحضور عمر جمعي الذي وثنى أيضا بهذا التقرير. كما كان منتظرا أسال اتحاد البوليدة العرق البارد لزملاء أميري بعدما ظن الجميع أن أبناء بنطلع الذي عوض حنكوش سيتنقلون إلى المقرى في توب الضحية. الشوط الأول ورغم مد النجم على مرمى واضح، غير أن اللمسة الأخيرة كانت غائبة فيما اعتمد الاتحاد على المرتدات خاصة عن طريق جزيار الذي كان سما قاتلا على دفاع النجم. ليتعاطف القائم الأيسر لواضح مع البليدة بعدما رد رأسية حميدي في الدقيقة 30 في أخطر فرصة في المرحلة الأولى. الشوط الثاني كان مغايرا لسابقه، في الدقيقة 50 حميدي وبتسديدة قوية يبرع واضح في إبعادها للركنية. بنقويدر يتولى التنفيذ، زيوش يصعد فوق الجميع وبرأسية يسكنها الشباك فاتحا باب التسجيل. هدف ظن الجميع أنه سيكون مفتاح لأهداف أخرى. تغييرات بنطلعة خاصة في الخط الأمامي كادت أن تأتي بالجديد لولا التسرع، وهذا في ظل تراجع النجم الذي كان يبحث لاعبيه عن النقاط الثلاث وكفى، وهو ما كان بعدما أعلن الحكم بوستا عن نهاية اللقاء وفوز النجم الذي عمق الفارق عن المطاردين. بينما لن يستحي اتحاد البليدة بالمباراة التي قدمها أمام الرائد في إحدى أصعب مباريات نجم مقرى هذا الموسم على ملعبه. الجولة القادمة تنقل صعب. طبعا التنقل راح يكون لصاحب المرتبة الثانية اللي هو وداد تلمسان، وراح يلعب مقابلة نتاعه غدا، ولكن مهما كانت النتائج كلها في صالحنا. راح يستدموا ببعضهم لان راح يستدم بغليزان، الشلف راح تستدم ببجايه، بسكره هذه اللي كان عندها تنقل صعب لسعيده لانها سعيده لو تخسر المقابله هذه راح تسقط. وحنا الحمد لله اللي ربحنا بالمقابله هذه وعززنا ترتيبنا 43 نقطه، ما يخصناش بزاف ان شاء الله ونكونوا في القسم الوطني الاول ان شاء الله. نجح نجم مقرى هذا الموسم كان أيضا بفضل أنصاره الأوفياء. مدرجات الملعب لم تعد تتسع لكل هؤلاء الذين يحضرون باستمرار، من بين أيضا المبادرات الرائعة والجميلة من قبل رجال الخفاء بالدرجة الأولى الذين يساعدون هذا النادي بصمت، هي مبادرة تكريم مناصرين
سعد الرزاق حلال شيء عمره للمناصره يعني من اجل الروح الرياضيه من اجل تحفيزهم على الحضور باستمرار. كانت طبعا من سيد عبد المجيد عطوي واحد من الرجال الذين يعملون في صمت وفي خفاء ايضا من اجل مساعده هذا الفريق وهذه المدينه اللي تتنفس كره القدم واعطت لهم بعد اخر. حكمت هنا في المجرى؟ نعم حكمت. كانوا في الاقسام في الانعه في الاقسام اتوقع انه يحدث ما يحدث هكذا بسرعه ما كانش بهذا الحجم الجمهور لكن هي مدينه يحبوا الكره عندهم الكرم ايضا عندهم وناس ناس لاباس بهم هاي الصور التكريم وهذا الشيء بالك انا بالك قلت على التكريم سي كريم مبادره جميله نريدها في ملاعب اخرى نقول لك في هذه المناطق هذا بالك هذا الجمهور هذا المناصرين هذوما بالك حتى كلامهم مسموع هما بالك مؤثرين اعيان المدينه نعم ياثروا على الجمهور على الشباب لانه انا نشوفه فريق لا تجاوزات لا ويكلو لا هذا شيء جميل ويشجع. الزميل عمر جمعي حضر هذه اللفتة الطيبة التي تستحق التنويه بطبيعة الحال ونريدها في ملاعبنا ورصد لنا هذه التصريحات من أصحاب المبادرة الذين نحييهم بالمناسبة. قمنا بهذه المبادرة مبادرة لا للعنف نعم للروح الرياضية وكرمنا فيها المناصر الوفي الخالوق وبمناسبة هذه هدينا له عمره هو والوالدة تاعه بوشليق عبد الهادي وصالح بوضياف المرحوم كرمنا والديه ودائما رانا في دعم هذه المبادرات. بارك الله فيكم. نشكروا الوكاله السياحيه هذه على الشيء اللي قدمته ان شاء الله المبادره هذه ان شاء الله ونطلب ان شاء الله تكون هذه ان شاء الله ديما ان شاء الله ونتمنى الصعود ان شاء الله الفريق ان شاء الله. تحية إذن لعبد المجيد عطوي ولكل الذين يقومون بمثل هذه المبادرات. مبادرة إذن في عنابة للمناصر الوفي هاشم. مناصر صغير هاشم اللي عنده ما عندوش رجلين ما عندوش يدين نظن مداخل تاع مباراة وفاق سطيف ما كناش كنا حابين تكون أكثر منك من وراء المقابلة تاع وفاق سطيف اتحاد عنابة المناصرين خرجوا للشارع وزادوا دمولوا الدراهم باش يدير عمليه ما احنا كلاعبين من المنبر تاعكم احنا نقولوا رانا هنا باش نزيدوا نساعدوك ان شاء الله تكون العمليه تاعك ناجحه. هاي كره القدم التي نريدها كره القدم التي تجمعنا كره القدم اللي فيها الدفء فيها التنافس وفيها الرحمه ايضا وفيه المتعه. المتعة كانت موجودة أيضا في السعيدة والإثارة الكبيرة بين مولودة السعيدة والاتحاد بالسكرة. مهدي بالمهل كان حاضرا هناك وأرسل إلينا هذا التقرير. مقابلة صعبة بين فريقي سعيدة وبسكرة الأولى تبحث عن البقاء والثانية في طريقها إلى الارتقاء في سلم الترتيب ودخول المولودية المحلية بعزيمة لافتكاك النقاط الثلاث لكن لاعب بسكرة بن عاشور كاد أن يقلب الموازين بكرة في القائم الأيمن للحارس بوهدة. سيطرة سعيدة الطفيفة مكنتها من فتح باب التسجيل من توقيع قائد الفريق بن عيادة في الدقيقة 22 برأسية مانحا التفوق لفريقه. رد فعل اتحاد بسكرة كان غائبا وفسح المجال لهجوم سعيدة في حدود الدقيقة 40 حين منح حارس بسكرة خلف الكرة للسياحي الذي وضعها في المرمى دون عناء. رد فعل أشبال المدرب الكناوي كان عن طريق اللاعب بالطيب لكن الحارس بوهدة تصدى للكرة. في الشوط الثاني حاول رفاق اللاعب الأخضري الذي مرت كرته فوق العارضة احتواء منطقة مولودية سعيدة لكن دون تغيير في النتيجة. من جهته اللاعب البديل لسعيدة بومليت أهدر فرصة أمام حارس بسكرة وفي الوقت بدل الضائع تسديدة لاعب بسكرة سيوات كادت أن تأتي بثمارها وانتهاء المقابلة في روح رياضية عالية بتفوق مولودية سعيدة أمام اتحاد بسكرة الذي لم يظهر بوجهه المعتاد. المباراة لايتبليي يعني في الربعين دقيقة الأولى لي دو بوت كو سعيدة ماركي يعني نوزون أسومي لا رياكسيون تاعنا ما كانتش يعني بعد تلقي الأهداف. الشوط الثاني ممكن احنا اللي تغلبنا شوية في اللعب تقدمنا لو بلوك إيكيب تاعنا تقدم
اون ريكوبيري بوكو دو بالون ميليو تيران مي كانت خصنا ديما يخصونا هذوك لي موفمون وكانت خصنا هذيك اللمسه الاخيره لا ديرنيير باس سي سكي نو فوزي ديفو في لو ماتش هذا اي جو بونس كان كيما قلت هذه من اضعف المباريات اللي لعبناها فريق يقدر انه في ماتش يباس اكوتي مازال قدامنا السبع مباريات مقابل هامه للفريقين فريق بسكره رغم فريق بسكره لعب بدون ضغط لان مازال الحظوظ تاعو قائمه باش يلعب ورقه الصعود حنا ما كاش عندنا اي خيار هو سواء الفوز باش نزيدو نقعدوا في الـ في الـ في الوثبه كما يقولوا الجيده. فريق اخر معني بالصعود ضيع فرصه الظفر بثلاث نقاط هو مولودية العلم الذي تعثر فوق ارضيه ميدانه امام جمعيه وهران العائد بنقطه ثمينه جدا. هذه بعض الصور للمباراة التي انتهت من دون فائز رغم الحضور الجماهيري الكبير جدا. عبد النور كريبازا جرت طبعا جرت ايضا مباراة شباب سكيكدا وامل بوسعادة انتهت من دون فائز. يبقى كل شيء ممكن ومفتوح ولو ان نقطة جمعية وهران غالية جدا تقلب الموازين في مؤخرة الترتيب وفوز من سعيد على اتحاد بسكرة. قراءتك بالنسبة لجمعية وهران يعني نقطة ثمينة يعني ضد فريق مولودية العلمة اللي عنده يعني امكانيات كبيرة ويلعب على الصعود. بالنسبة للمولودية مولودية سعيدة ثلاث نقاط من ذهب يعني اصبح ب 26 نقطة ممكن عزز حضوره في البقاء. اما بالنسبه للنجم مقرا الفريق اللي راهو يتالق من الجوله لجوله ونظن راهو مباشره نحو الصعود. تحكيميا لم تحدث اشياء كثيره نعم. في هذه المباريات لقطت التي شاهدتها نعم في ثلاث مباريات اللي شفناهم شفنا الاولى كانت بين نجم مقرا واتحاد البوليده بقياده السيد بوستا عزرين بالبشير لا حاله تحكيميه نقدر نقول لك الامور مشات عاديه. في المباراة الثانية بين مولودية سعيدة واتحاد بسكرة مثلها السيد زواوي بو بكر الحكم اللي عنده تجربة كبيرة شفنا اللقطات وشفنا مباراة كانت أدى مباراة جميلة. والمباراة الثالثة بين مولودية العلمة مع جمعية وهران الحكم الدولي السيد بالبراهم كذلك شفنا لا وجود له حالات تحكيمية نقولوا تحكيم جاز الامور عاديه وامل بوسعادة الذي لم يتدرب طيله اسبوع مصطفى فرق تعادل في سكيكدا يعني مدينه بمشاكلها بمتاعبها الماديه ولكن يحبون التحديات بكل بساطه. عادل ميزا انت الذي تلعب في المحترف الثاني ابرز ما لفت انتباهك ومن تعتقد صراحه بانه يستحق الصعود هذا الموسم؟ والله اصعب موسم هذا هو تاع القسم الثاني انا نقول لك باسكو الفرق كلها راهي نفس النقاط تقدر تقول 34 35 36 انا نقول لك الصعود بالك مقرى اللي عنده 60 70% راهو انا حسب رايي الافضليه عنده الافضليه في الصعود مقرى من الثاني والثالث تتلعب حتى الاخر مقابله هذا الموسم انا حسب رايي تتلعب حتى الاخر مقابله نعم لانه لو نتكلم على مقرى متصدر ترتيب بحوز 43 نقطه باقي في المزاد 21 نقطه اي الفريق ضامن بقائه منذ عده جولات الى الوراء الفريق لا ينهزم نعم لا ينهزم حتى لما يسافر حتى نتائج جيده في المباريات المباشره أكيد. مع غيليزان مع العلمه أكيد. ما خسرش وهنا اللي تصنع الفارق اكيد بست نقاط اكيد وما يضيعش نقاط نظن انه الفريق اللي يفوز على ارض ميدانه خاصه على ارض ميدانه كان بعمليه حسابيه نديروا النقاط نشوفوا 45 نقطه يعني تجيب الا نقاط قليله من المباريات خارج ديار راح يكون عندك يعني حظ باش تصعد. نظن انه لم نتكلم على مقرى كذلك نتكلم على فرق المباشره تلمسان اللي راح يلعب في غيليزان في مباراه كذلك مباشره يعني مباريات صعبه. نظل كذلك الفرق الاخرى اللي راهي مطارده لهذا الفريق هذا الشلف العلمه بجايه نظن انه كلها يعني تقدر تلعب لاجل الصعود. عنابه مستغانم حسابيا كيفاش راكم تحسبوا الان بقات لكم سبع مباريات احنا مازلت لنا ثمانيه مباراه مستغانم روتار تاع اصعب مباراه بالنسبه لكم اللي بقات لكم احنا قلنا ثلاث مقابلات مع الفرق اللي راهي تلعب السعود يوم السبت مع العلمه بعد المقابله تاع الكاس ومازلت لنا مقرى في عنابه تلمسان
لذلك تقول باننا مازال قادرين نصعدوا حسابيا بقات 21 نقطه بطول. عندنا 31 نقطه هذا العام تقدر تكون 51 52 في المرتبه الثانيه ولا انتم ديروا مازالكم 8 مباريات 8 21 نقطه 24 نقطه 24 عندنا 31 مانيش نشوفوا مبارياتكم هل نفس الجرينتا الموجوده في الكاس موجوده في البطوله هذا الشيء اللي راه محير للجمهور العنابي وضيعوا عده نقاط الدخل ديا لا انا لا بنور لما شفتوا مع البرج وشوفوا مع سطيش بعد نشوفكم ضيعوا واحد نقاط لذلك انا نتساءل انه المباراه المتلفزه اللي شفنا اتحاد عنابة مع البرج وشفنا مع الوثاق الصيفي بتلك الجرينطا انا شخصيا لا افهم كيف ضيعتوا العديد من النقاط داخل الميدان خارج الديار فريق اللي يلعب صعود لازم له نقاط من خارج الديار مشكلتكم خارج الديار مشكلتنا احنا خارج الديار عندنا مقابله واحده جبنا فيها نتيجة مقابلة الأولى مع اتحاد بسكرة ثلاث نقاط دي اللي ما عندنا مشكل خارج الديار هذا هو المشكل تاعنا الصعود قد يتحقق الكأس قد تأتي قد لا تأتي وقد لا يتحقق الصعود ولكن عبد الميزة هل عندكم مجموعة اللي قادرة تكون مجموعة مستقبل لاتحاد عنابة تنقصكم لاعب أو لاعبة أو ثلاث لاعبين أم أن الفريق بحاجة إلى التدعيم لكي يكون في مستوى جمهور يصل الى 60,000 في مباريات الكاس والبطوله ايضا. الحمد لله الفريق اللي كان العام اللي فات التعداد تاعو فايته 9 ولا 10 لاعبين اللي زادوا في الموسم هذا. بصح الفريق لازمت له تدعيمات في الموسم الجديد. لازمت له لاعبين اللي عندهم خبره ولازمتهم لاعبين اللي يكونوا رابحين كومبيتيسيون. رابحين كومبيتيسيون في عندهم مقابلات في رجليهم لازم يكونوا هما اللي يدعموا الفريق ويمدوا باسكو عنابة في لافيل تاع عنابة والجمهور تاع عنابة يحبوا اللاعبين اللي يلعبوا كرة قدم انا نتمنى مشكل مادي ولا اللاعبين خايفين مصطفى انهم يلعبوا في عنابة لانه بعض اللاعبين يخافوا النوادي يقول لك ما يتألقوش في عنابة كاين هذا الكلام يدور في كواليس اللاعبين والمناجر يا مصطفى لا ما نظنش لانه لو نشوفوا تاريخ اتحاد مدينه عنابه جول اللاعبين اللي برزوا هما من مدينه عنابه وما جاورها اتحدث عن لاعبين من مدن اخرى تتكلم عن اللاعبين اللي يجوا من تنقلوا في فتره من نادي كانت هجره جماعيه عنابه صحيح بعد ذلك فيه نوادي يتجنبها بعض اللاعبين صحيح كريم كاين بعض اللاعبين واللاعبين اللي عندهم امكانيات وما قدروش يتاقلموا في مدينه عنابه لانه مدينه عنابه عندها خصوصيات تاعها نتذكر جيدا في عشريه بلك مروا لاعبين قلال في عنابه اتكلم على الجيل تاع التسعينيات وما يعني ولتحت قليل عبد النور تلقى اللاعب خارج عنابه تالق في عنابه يعني قليل لكن كاين بعض اللاعبين كيما ربيح اللي دار باساج يعني مليح في اتحاد عنابه في فعلا ربيح ومن بعد مشى للشباب بالوزداد نفس الشيء بالنسبه تكلمنا عليه احمد قاس كاين لاعبين اللي تالقوا لكن شيء قليل ماشي كثره اللاعبين ضغط الجمهور ضغط المدينه ضغط اشياء عاديه حقيقه ممكن قضيه امكانيات كان امكانيات مع من النادي ومن بعد بعدها ما كانش امكانيات اليوم رجع الرئيس زعيم الاتحاد ممكن رجعت هذيك الامكانيات والفريق اللي لكن عبد النور اللي اثر على الفريق هو الديون في البدايه هذا الشيء الرئيس زعيم كان الرئيس احنا كلاعبين عندنا خبره ولا حتى اي مانجر الفريق كمال بسيط كان مأثر علينا احنا ما لقيناش كيفاش نتكلموا مع اللاعبين حتى باش نوجدوهم للتحضيرات كانت التحضيرات بدات متاخره شيء كان صعيب في لا بصح شوف الكريم لما تشوف اتحاد عنابه 31 نقطه متاهل لدور الربع النهائي فايز بالمرحله مباراه الذهاب انا بالنسبه لي اول موسم تاعو برجوعه القسم الوطني الثاني رغم انه مقرا راه المرتبه الاولى راجع من القسم الاول انا بالنسبه لي مشروع ونتائج مشرفه بالنسبه لهذا الفريق نظن مع الناس والجمهور يوقفوا مع هذا الفريق مع المدرب الجديد الاخضر عجالي اللي ممكن راح يعطي اضافه للفريق هذا لما ما صعدش هذا الفريق لهذا الموسم ممكن الموسم من البعاسم يقول لي لازم النتائج والترتيب بعد ذلك ساعود اليك عبد النور بعد النتائج هو الترتيب اعطينا النتائج والترتيب ثم نعود الى عبد النور كريباس We'll be right back.
سرع غليزان، وداد تلمسان، اتحاد الحراش، رائد القبة، شبيبة بجاية، جمعية تشلف، ترجي مستغانة، اتحاد عنابة. هذه المباراة المتبقية عن هذه الجولة كنت تتحدث عن الأخضر الجالي بطموح الكبير من أجل إعطاء لمسة إضافية لاتحاد عنابة. هكذا الفكرة راحت بصح نعود لا لأنه فيها السنت أيضا مصر من زملائنا. بالنسبة تكلمنا أنه لما لو ما يصعدش هذا الموسم الحمد لله الحمد لله. انا نتكلم يعني عن نتائج عبد النور، قلت بلي لحقوا الربع النهائي لكاس الجمهوريه فايزين على الوفاق الصيفي في مباراه الذهاب، متاخرين بست نقاط على البوديوم على البوديوم يعني عندهم كل الحظوظ، لكن لو ما يصعدوش فريق اتحاد عنابه ممكن بهذا الفريق مع التدعيمات في كل شيء ممكن الموسم القادم يكون عنده كلمه تاعو. مصطفى عبد النور كان يلعب في كمدافع ايمن في الرواق، يحب الرواق ماشي مدافع لكن يحب الرواق. ايه كان مهاجم مدافع مهاجم مدافع مهاجم يحب الرواق، ولما ينطلق في الرواق صعب جدا ايقافه، وانا في هذا البرنامج مضطر في بعض الاحيان للايقاف والتوقيف والانطلاق وبعث الامور حتى نسير ساعه ونصف من الزمن. ايضا لعبت اليوم مباراه بين اهل البرج وشبيبة الثورة، ثلاث نقاط غاليه جدا للاهلي أكيد، وتوقف كذلك يعني سلسلة النتائج شبيبة الثورة مع المدرب كريم زاوي. نظن أنه فوز أهلي البرج راح يخليه يلعب المباريات ينقص عليه الضغط بعض من الشيء، لأنه صراحة الفريق كانت عنده نتائج سلبية، لكن نظن بعد هذا الفوز هذا الفريق راح يكون معنويا أحسن. لكن في الجهة المقابلة كذلك شبيبة الثورة، خليني في أهل البرج الجهة المقابلة نروح جهة مقابلة شبيبة الثورة هل يأثر؟ ولو أنه أنا مشكلة شبيبة الثورة هو الجانب البدني صراحة، بالتعداد اللي عنده كريم زاوي وهذه السلسلة من المباريات ما هو سهل تماما. أو ماشي سهل يعني، وما تأثرش هزيمة خارج ديار ضد أهلي البرج اللي يسحق النقاط. أنا بالنسبة لي فريق اللي راه في أحسن أحواله شبيبة الثورة، نتائج إيجابية في البطولة، دخل ديار أو كأس إفريقيا، نظن هذا الانهزام يعني انهزام عادي بالنسبة لي وما راحش يأثر على شبيبة الثورة. بقي لي من الوقت دقيقة ونص، سنمنحها لعادة معليش لأنه ضيفنا العزيز والغالي اللي توحشنا كثير. عاد المعيزة راك مخضرم، ولكن أعتقد بأنك تريد إنهاء مشوارك في اتحاد عنابة. لو خير كيف نهاية مشوارك؟ ماذا صحيح أنا خير في بلاصتو لا خلي عادة نكون خير أنا تنهي مشوارك بعودة اتحاد عنابة المرتبة. شوف اتحاد مدينة عنابة تستحق باش تعود، وعاد المعيزه يستحق كاس الجمهوريه. لا تخصص بالنسبه لي الاختيار هو كاس الجمهوريه. لا كوب ما تجيش ديما قادر من الاوقات راك تحبس في تور وتحبس نظن الصعود تقدر تعوضه في العام الجديد. بصح لا كوب باش تلي ما كنت تكلمت حبسنا البرج ودوك زدنا ربحنا صيف، ما زالت مقابله صعيبه في صيف. لو نفوتوا المقابلة دي ما بقاش بزاف هو في المشوار تاعو خاصة دور كاس الجمهورية. والله عادل صراحة اللاعب خلوق إمكانيات كبيرة يستحق على الأقل يخرج بكاس الجمهورية. نتمنوا لمدينة عنابة واللي عاد المعيز والله حبينا احنا لوبجيكتيف تاعنا انه نفرحوا للجمهور تاعنا باسكو راهم فاتونا فنا نحبوا فاتوا اللاعبين في شو راهم يديروا في المدرجات كيزاش خلاص ماهوش جمهور العنابي يقولوا صعيب كيزا والله مازالوا ما زعفوش علينا مازال تاعهم حنين كيما يقولوا والله مازالوا ما زعفوش. علاش حابين الجمهور العنابي يزعف يحب كثيرا في طريقه؟ نهائي كاس عنده حلاوه حقيقة حتى طبعة الكأس عندها نكهة حتى في تحكيميا الحكام كي يحكموا في منافسة الكأس يكونوا يحكموا بارتاحية أكثر من البطوله لان اللاعبين يكونوا خارجين من هذاك الضغط هذا. عبد النور ما فيش بها انا لعبتها ونهزم ضد مولوديه وهران في 1960 يعني لما تلعب نهائي لازم تحس كي تلعب نهائي عادي حد يفوز بها ما يلعبوش انا نهزم لكن نتمنوا له لما لا علاش عادل يستاهل فريق اتحاد عنابة كنتمنوا يعني العادل باش يدي يعني الكاس راح تمن له الكل مدينه عنابه يعني انا صراحه لو كان نخير العنابه نخير لها الصعود
تكلم على عدنان. لا لا ما تحطش السؤال لعادل مهزة. وعادل عادل هو في بلاصته مصطفى. يلا كلمة الختام، مسك الختام لك عادل اللي جيت له خصيصة لأن عنابة تستحق. شكرا للاستضافة، شكرا لعبد النور، صافي بليزير جيت لقيت عبد الرزاق اللي في أي مقابلات اللي دارنا فيهم كان احترام كبير بيني وبينه. مصطفى انه محبوب بزاف ونحب اللي يكون ضده. والله محبوب بيني وبينه. المشكلة انا نحب اللي يكون ضده في هذا البلانون حتى يساندني ونكون ضده. المشكلة لحد الان يتوعمر معاه ركته بزاف. يلا خويا مصطفى اللي كما يقولك حلاوة القعدة تاع البلاطو. كريم بلا ما نشكروك شكرا، انا نشكرك على الاستضافة. عندي ان هداء برك عندنا دي سيبورتر في الغرب ديما يقولوا لنا اعطيونا اهداء، انا نقول لهم عندنا اهداء للانصار تاعنا اتحاد عنابه في باريس في مارسي في نابل، نقول لهم اهداء من ويتابعونا عبر ساطل. طبعا نحيي كل جاليتنا المتابعه لبرنامج اهداف والملاعب وللبطوله الجزائريه. سادتي كنت سعيدا جدا بمرافقتكم على مدار ساعه ونصف، نصل الى ختام هذا العدد من برنامج اهداف وملاعب. الشكر موصول لكل الزملاء الذين ساعدوني في اعداد هذا البرنامج، محمد شوماني، عبد الرزاق رمضان الاشراف كان لي، الزميل سامي نور الدين، لحسن جابر ايضا، وللشكر لكل عمال الاستوديو رقم واحد بقياده المخرج حاج احمد الروان، بلال المعاصم بالمساعده. شكرا لكم جميعا، نلقاكم باذن الله في موعدنا الرياضيه القادمه. الى الملتقى.